بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المشرقين جدد. نقول لكم مرحبا بكم متابعين، نقول لكم دمتم أوفياء للقناة. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال. وصفتنا لنهار اليوم صوص البيشاميل، وصفة سهلة وخفيفة وأسرع منها مكان وبمقادير متواجدة في كل بيت بأبسط المقادير تقدروا تحضروها، وخاصة بما أنه شهر رمضان المبارك راهو على الأبواب، يعني هذا اللصوص تحتاجوها في عدة وصفات. وكنت حضرت معكم عدة وصفات بصلصة البيشاميل، فقط أرجعوا للقناة تلقوا العديد من الوصفات الرمضانية السابقة. بلا ما نطول عليكم نبدأ مباشرة في الطريقة. نحط ملعقة زبدة ذوب أو مارغرين، يعني وش عندكم حطوها الذوب مليح. بعد ذلك نضيفوا لها 3 ملاعق أكل فارينة، ونبدأ نخلطوا هكذا حتى تتلم عندكم كتلة. ونبدأ في هذه المرحلة نبدأ نضيفوا الحليب، نضيفوا الحليب بالتدريج، يعني كل مرة نضيفوا شوية ونخلطوا حتى تتحل هذه الكتل بهذه الطريقة. كل مرة نضيف الحليب ونخلطه بهذه الطريقة، كل ما تشوفوها ثقالت شوية زيدوا صبوا الحليب. بالتقريب لتر حليب، أنا هذه الكمية تقريبا دات لتر حليب، انتوما يعني على حسب الكمية اللي تحتاجوها، انتوما تقدروا تنقصوا في الكيل أو تزيدوا هكذا. كما راكم تشوفوا كل ما تشوفوها ثقالت زيدوا ضيفوا الحليب، ودائما مع التحريك المستمر. وهنايا راح نبداو نديرو لها الاضافات اللي هي شويه ملح شويه فلفل كحل وزوج فصوص ثوم، راح نربيهم ونضيفهم كذلك ونخلطو. وكل ما تشوفوها هنا زدت شفتها ثقلت شويه راح نزيد لها كميه من الحليب هكذا، ونزيدو نخلطو كيف كيف حتى تحصلوا على القوام نتاع صلصه البيشاميل، ما تكونش ثقيله ياسر وما تكونش خفيفه. وفي الاخير خلاص راح نضيف لها قطعه من الجبن، هنا ضيفوا الجبن اللي تحبوه نتوما، تقدروا تضيفوا مثلثات. ونكملوا نخلطوها، وفي الاخير خلاص راح نضيفوا لها كميه من المعدنوس. وهذه هي صلصه البيشاميل، طريقه سهله وفي 2 دقائق تحضروها. كما راكم تشوفوا تقدروا ديروها في العديد من الوصفات، مثلا لي غراتان ولا اي وصفات تاع الفرن ولا حتى لي ساندويتش. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. ما بقى لي غير نقول لكم لا تبخلوا علينا بالاعجاب والاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وبارطاجوا لتعم الفائده. والسلام عليكم.